السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون احوالكم طيبه ان شاء الله يا رب، وهذا لا فيديو يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله، وعواشركم مبروكه باش كتمنوا يا ربي. جيت نشارك معكم هذه الغريبه ديال الشكلاط، صراحه نديرها لاول مره، هي كتجربه غنشارك معكم رايي فيها بكل صراحه، واش كتصدق او لا ما كتصدقش. انا لقيتها غير في الفيسبوك، ما عرفتش شكون مولاها او لا مولات الوصفه، كون طاقيها لكم غنقول لكم كيف جاتني بصراحة، وغنشارك معكم المقادير ان شاء الله يا ربي. دابا وانا كنحضر فيهم، غنحتاج البنات هنا 3 ديال البيضات، انا درت البنات غير نصف الكمية، هنا كاس ونص ديال العنبة ديال سنيدة، ها انتم البنات بهذاك العبار ديال الكاس اللي كنعبر به، العبار ديال كاس العنبة كاس ونص، غادي نضربهم هنا شوية مع بعضياتهم. من الأحسن البنات ديروا الخلاط الكهربائي. هنا البنات 4 كاس ديال الزبدة مذابة، زبدة نباتية ماشي حيوانية، ما عرفتش كيفاش غتجي، مهم كنتمنى تجي زوينة إن شاء الله يا رب. غادي نزيد هنا معلقة كبيرة ديال مربى المشمش أو لا كونفيتور ديال المشمش في الدارجة ديالنا. هنا يا البنات عندي معلقة ديال الطحين، معلقة كبيرة، غادي نخلطو كل ايطاب بوحدها. كيف ما قلت لكم البنات، من الاحسن تخلطوها في المولينيكس باش تسهل عليكم الوقت، وحتى يديكم ما يبقاوش ضروكم بزاف، حيتاش خاصها تطرب مزيان. انا هنايا راه غادي نطربها ما بين 4 دقائق حتى الخمسة، مهم خاص السنيدة تجانس مزيان مع داك البيض وتبدا تذوب. صافي اون فوا غادي تطرب مزيان، عاد غادي نكمل معاكم المرحلة الثانية. ممكن ما قلت لكم نتوما صوبوها احسن في الخلاط الكهربائي. هنايا البنات من بعد ما طربت مزيان هذاك البيض مع سنيده مع داك الزبده والمربى المشمش، هنا غنزيد عليه 4 كاس ديال الزيت النباتيه، انا هنا كنصور بديت المونتاج ومازال ما دقتهاش كيفاش، دونك حتى الاخر ديال لا فيديو غنقول لكم. هنايا البنات عاوتاني 4 كاس ديال الكاكاو المر، البنات اللي ما غيشريوهش ديال العبار تقدروا ديروا 3 ديال لي ساشي، حيت 4 كاس جاني انايا 3 ديال المعالق كبار. هنا طار عليا في هذه اللحظه طار عليا واحد شويه، هو اصلا داير بحال مايزينا، الكاكاو المر مايزينا الى خلطتيهم بالزربه كيطيروا. صافي عاوتاني غنستمر في التحريك، عاد غنزيد البنات الطحين. الطحين انايا استعملت، مهم الطحين راه على حساب البنات اللي عندكم، على حساب نوعيه الدقيق الابيض اللي كيكون، حيتاش كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، مهم خاص تكون نوعيه مزيانه ديال الحلويات باش كتقدر تصدق لكم منها يا كيكه يا الحلوى اي حاجه. المهم انتوا كتشوفوا هنايا راه باقي جاري حيتاش مازال ما درتلوش الطحين. هنا غادي ندير كاس ديال العنبه نديرو كامل، انا البنات كفاتني لهاد الكميه بهاد الطحين هذا اللي عندي، كفوني 3 ديال الكيسان ديال العنبه، ما بين 2.5 كيسان حتى لثلاثة. غادي من بعد البنات هنايا كيف ما غادي نقول لكم غنبقى نزيد الطحين تدريجيا، غادي نزيد عليه شاصية واحدة ديال الخمارة، وصافي هي اللي غادي نزيد خمارة واحدة، ومن بعد نزيد دابا النص والنص حتى نكمل الطحين الاخر. بقاو معايا البنات الاخر ديال الفيديو ونوريكم كيفاش جات، فاش غادي نسالي غندوقها وغادي نقول لكم المذاق ديالها كيفاش جا.
بنات هنا من بعد ما احتاجيت ليها 2 كيسان ونص ديال الدقيق، ما بين 2 كيسان حتى ل 3 على حسب النوعيه ديال الطحين اللي عندكم. كيف ما كتشوفوا خليتها جاريه، غطيتها بهاد البلاستيك، غطيوها بشي فيلم اليمونتير وديروها في الثلاجه واحد ما بين ساعه حتى لساعه ونص، 3 4 ديال السوايع شنو ما كنتو دابا مشغولين مع هاد مع الصيام، خليوها حتى ديروها قبل الفطور ولا الفطور، عاد شكلوا الكرات كيف ما بغيتو. غير هما الا كنتو غادي تعدلوا فيها خليوها شويه جاريه. مهم القياس ديال الطحين ما بين 2 كيسان حتى لثلاثة، ما بين 2 كيسان حتى لثلاثة البنات، خليوها تبرد. فاش كتبرد راه كتجمع واحد شويه، غادي نشكل كريات. مهم وغادي نديرهم في السكر كلاسي. البنات النصيحه اللي بغيت نعطيكم في جميع الغريبات ماشي غير في هذه الغريبه ديال الشوكولات، خاصكم سكر كلاسي يكون النوعيه الممتازه. انا البنات هنايا كنصحكم ديال بيم، صراحه ديال بيم عندهم زوين، حيت حتى هو راه من اسرار النجاح ديال الغريبه هو يكون سكر كلاسي النوعيه الممتازه. انا غنشكلو كريات على الطوع ديالي لديكم. من الاحسن البنات يكونوا كريات صغار، حيتاش انا في الاول بديت درت الكريات كبار، من بعد جاوني كبارين شويه، حيتاش هي راكم عارفين غريبه راه كتحل. انا غير تجربه كنديرها في يد الله تصدق او لا ما تصدقش. مهم غنتابع البنات على هذا الشكل هذا وغادي نوريكم النهايه. هنا البنات توصلت للاخر، تبقى لي شويه عاد لقيت الطريقه الصحيحه وقلت علاش ما نشاركهاش معاكم. غدرت غسلت يدي بالماء مزيان، بقى فيهم واحد شويه ديال الماء، ها نتوما ما كتلصقش، ودرت في هذيك الطبيسه اللي حدايا صغيور هو درت فيه واحد شويه ديال الماء باش نبقى ندهن صبعاني بيهم، ندهن في يدي الوسط باش نحركها كيف ما بغيت بحركه دائريه. واستعنوا البنات بالمعلقه باش ما توص باش يديكم ما يتلصقش فيهم العجينه وتبقى كتلصق لكم بزاف. ها انتم البنات شوفوا كيفاش جاو، غادي ندير بحال هكا، غادي نبقى نشكل انا، ما غاديش نحاول نخسر الكره. ها انتم كيف ما كتشوفوا قادوها من جناب باش تجيكم كرويه الشكل ماشي تجيكم مستطيله ولا مربعه. غادي نكمل البنات على هذا الشكل هذا، دي الطريقه الصحيحه صراحه. حتى الطريقه الاخرى جات زوينه ما خسر فيها حتى شي حاجه، غير هي دي طريقه سهله واحسن. كيف ما قلت لكم هذه غير تجربه اول مره غنديرها. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الغريبه، صراحه جات غزاله غزاله زوينه. الشكل ديالها حتى هو زوين كيف ما قلت لكم البنات، شفتوا هادو كيف جاوا كبارين، وهادو مهم شويه معاوطين. المهم الاحسن نتوما ديروها صغيورين. هنايا نتوما البنات طابت مزيان، درتها من الفران. انا كيف ما قلت لكم كنطيبها في الفران ديال الغاز، ما عنديش ديال الضو عندنا، ولكن غير صغيره وحده. هنا البنات كديروها من التحت على ما كتشقق لكم تحل، وعاد ديروها من الفوق. طيب البنات ما تخليوهاش تتقصح، راكم عارفين غريبه كتجي قاصحه الا خليتوها واحد المده طويله. مهم البنات كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، جربوها ان شاء الله، ولا جربتوها ردوا عليا، انا اول تجربه ليا وانتم كتشوفوا صدقات ليا جات غزاله تبارك الله. شكرا للبنات اللي كيخليوا لي دي كومونتير. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تدعموا قناتي. بسلامه البنات ومبروك عواشركم، وفي فيديو قادم ان شاء الله.